يا سادة، احنا عشان الوقت والمعاناة ده افكركم بصفحة البرنامج اللي احنا بنتلقى عليها اسئلتكم المباركة، اسئلتكم اللي بتوصل لنا على صفحة برنامج ولا تعسره، اللي بتفضل فتحنا الجسر الموصول بيننا وبين حضراتكم ومليئة بالنور، ويفضل مجالس العلم توصل لنا. وشكرا على كل التفاعل اللي حصل من حضراتكم في شهر رمضان وعلى جمال تواصلكم معانا. ربنا يبارك فيكم وان شاء الله نفضل دايما مع بعض. ومعانا اول معانا اول سؤال دلوقتي استاذ عمر. استاذ عمر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ عمر، ازيك يا شيخ؟ عامل ايه؟ نعم وفضل. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب وبخير وبسلام وبصحه. الله يكرمك، ربنا يخليك لينا. ربنا يحفظكم يا سيدي. الله يخليك. معلش عندي سؤال بس بخصوص ابني، بس تعبني شويه. اتفضل يا سيدي. اتفضل. ابني عنده سنتين، اديله 6 شهور كده بعيد عن حضرتك في نكت كده وعياط، وبيقعد يقطع في وشه كده بعيد عني. فمش عارف، تعبت كشفت عليه، قال له ما عندوش حاجه. تعبت. كشفت عند مين؟ عند دكاتره كتير والله. كل قصدك دكاتره جلديه يعني، او دكاتره اعصاب صح؟ ايه؟ كشفت عند دكاتره جلديه واعصاب صح؟ تمام. لكن ما كشفتش عند الدكاتره النفسيين؟ لا. طيب، يبدو ان من خلال خبرتي في الاحوال اللي زي دي كتيره، ان الاولاد بيكونوا شافوا حاجه سابت لهم فزع، وخاصه في تقطيع الوش ده بيبقى عباره عن شاف حاجه صدمته وهو مش فاهمها، او قد يكون عنده حاجه شويتين ثلاثه في الاجهزه الداخليه بيعبر عنها بده. فهو محتاج حاجتين، محتاج فحص حقيقي باطني، يعني يتعمل فحص على الجسد كله، وكمان السن ده ممكن نروح بيه للدكتور. ممكن نروح بيه للدكتور. هو طبعا التعبير مش هيبقى عنده تعبير حقيقي نقدر نتعامل معاه، لكن في السن ده ممكن نروح بيه لدكتور نفساني، او ممكن نروح بيه لدكتور نفساني. لكن ابننا عنده اي حاجه تتعلق بلاب العفاريت والجن؟ لا. احنا محتاجين بس ان احنا نهتم بيه صحيا، وانا بقول لحضرتك صحيا عندنا ليس فقط الصحه الجسديه كمان، ولكن كمان الصحه النفسيه. فاحنا محتاجين نعمل الاجراءين دول، وان شاء الله ربنا يحفظه ويعجل بشفائه ان شاء الله، ويبعد عنه كل مكروه وسوء يا رب العالمين. معانا الحاجه ام احمد. ايوه حاجه ام احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيبه. السلام عليكم. بعد اذن حضرتك يا حاج ام احمد، لو تكرميني توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون، ممكن؟ حاضر. بقول لحضرتك. اتفضلي. دلوقتي جوزي بيغلي عليا جدا، بس هو عنده مشكله. مشكلته ان انا نحيفه شويه، كل شويه معقدني من الموضوع ده، يقول لي اتخني 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 كده. اعمل ايه؟ طيب، هو بيغير عليكي وفي نفس الوقت بي 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 بيقول لك ان عنده ملحوظه على ان حضرتك محتاجه تغيري من شكلك شويه، صح كده؟ ايوه. طيب، الحاجه دلوقتي هو بيقول لك كده، هو مقصده بشكل واضح. طبعا احنا عندنا مشاكل شويه في دوت، بيحصل مع ان الانسان ما يكونش عنده تاهيل قبل الجواز، ان هو بيبقى داخل على الجواز وعنده صوره للمراه اللي هو حاططها في ذهنه، ودايما الناس يقولوا شويه تعبيرات مش صح، يعني تعبيرات يقول لك ايه، الله يسامح التلفزيون اللي احنا قاعدين فيه دوت، والله يسامح المشاهدات ان خربت دماغ الناس، وقعدوا يقولوا يخلوا الناس بيحبوا اجسام الممثلات. لا 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 خالص، المساله في داخل الانسان. الانسان هو اللي بينتقي الصوره اللي هو بيعيش معاها، فدي مشكلته هو. ففي الحقيقه انا ما اعرفش، انا ممكن اقول لحضرتك اول حاجه ان انت تتاكدي ان وزنك مش اقل من الوزن الطبيعي. فاذا انت تاكدتي ان وزنك مش اقل من الوزن الطبيعي، انت محتاجه ان انت تاخدي اشياء وتاخدي مكملات غذائيه، لان دوت هيكون احسن لصحتك. لان في بعض النحافه عندنا مرض زي السمنه بالظبط، يعني الاثنين مرض. فاذا كان احنا عندنا المرض بتاع النحافه ده، احنا محتاجين نعمل كده. اما وان لو كان هو بقى عنده نموذج تاني وشكل تاني للمراه، فانا بيبقى عندي خطر. اقول لك بقى خبرتي اللي موجوده في مركز الارشاد الزواجي، انا عندي خطر ان في بعض الاحيان لما المراه بتغير شكلها
ايه اللي بيحصل؟ هو ما بيرضاش عن الشكل ده، لان هو في الحقيقه ما بيبقاش قصده شكل الجسم، لكن قصده اللوك كله، الشكل كله. فبعمل ايه؟ ففي الوقت ده احنا بنقعد معاه ونقول له انت ايه معنى الجمال عندك؟ انت ايه الجميل اللي في الست؟ فنيجي نكلمه ونحاول بقدر الامكان نقرب وجهات النظر في ده. طب ليه ما نفذش اللي هو عايزه طول على طول؟ لان لو نفذت اللي هو عايزه على طول احنا ما عندناش مقاسات، ما احنا ممكن تضرب مننا. فيجي يقول لنا مش هو ده، لان هو ممكن على فكره يكون قصده في الحقيقه ان هو مش عاجبه، ودي تعبير رجالي، ان هو مش قصده ان هو مش معجب بطريقه ولا بشخصيتك ولا انك انت مش مهتميه بيه، بداعي ان انت صحتك على قدك مثلا. فممكن يعبر بده ان هو عايزك تهتمي بصحتك عشان تقدري تهتمي بيه اكتر. فانا رايي ان انتوا لازم تقعدوا مع بعض جلسه وتقولوا له انت ايه اللي مش عاجبك في نحافتي دي، اذا كنت انت في الوزن الطبيعي بتاعك، لان كل الوزن بعد كده قولي له هيأثر على صحتي. تعالى بقى نتكلم، انت ايه اللي عايزه؟ قد يقول لك انا عايز اهتمام اكتر، انا عايزك اشوفك ما اعرفش ايه، فممكن يكون في حلول تانية غير مساله السمن. الامر التاني ان انت بتقولي ان انت ببساطه خالص هو بيغير عليكي قوي، قد يكون هو بيغير عليكي قوي لان ببساطه انت بتحاولي دايما باعتبار ان هو بيلومك على النحافه، انت بتحاولي تحسسيه ان انت انثى مهتم بيكي بعض الناس، او ان هي انثى والناس دايما بتمدحك. ما تعمليش اللعبه دي، لو ان اللعبه دي، لان اللعبه دي ممكن توقعك في الحرام، ان هو اغار الصدر. ما تعمليش كده، لو ده بيحصل ما تعملوش. لكن هو ممكن يكون بيغير عليك عشان يقول لك ايه، انا بحبك ولكن. اقعدي بقى عشان تعرفي ولكن ده، نصيحتي ليكي ان انتوا تقعدوا مع بعض وتتفاهموا، لان هو دوت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يتكلم مع السيدة عائشة ويتكلموا عن كثير من حياتهم الزوجية. فلو سمحت جلسي مع زوجك وكلميه، قولي له ايه شكل الجمال اللي انت بتحبه وايه الدفع ده، وحاولوا تتقاربوا في هذا السياق. ما عرفتوش تتقاربوا، تفضلوا عندنا في مركز الإرشاد الزواجي واحنا ممكن نتكلم معاكم في الأمر ده. أستاذ أحمد اتفضل. السلام عليكم يا فندم. اتفضل يا أستاذ أحمد، عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك دلوقتي أنا متجوز بقالي 31 سنة. يعني لسه متجوز، لسه عريس جديد يعني. حضرتك فيهم 30 سنة أنا عمري ما قلت لمراتي أنت رايحة فين ولا جاية منين. طيب. واثق فيها ثقة عمياء. طيب. فجأة من حوالي سنة كده واحد صاحبي قال لي خلي بالك عشان مراتك سره كله معزملها في الشغل. طيب. فجالها تليفون وبتاع، فالتليفون ده كان جنبي، رحت زقه بعيد عني، وكان زميلها ده فعلا. طيب. فجالت التليفون مين ده؟ قالت لي ده واحدة بنت أختي. طيب. مش مشكلة، سكت وخدت في نفسي، وآخر النهار بقى بكلمها وواضح فواجهتها يعني. بعد كده اتضح إن فعلا سمعت مكالمة بينها وبين أمها، ان الراجل ده بيروح معاها مشاوير وبروح معاها كارفور وبروح معاها مش عارف ايه، يعني بروح معاها مشاوير كتير قوي. طب قول لي بقى حضرتك، دي شك ولا غير ده بقى، ولا اعمل ايه يعني؟ لا، أنا ده خلل زواجي محتاج تعديل على طول. ده خلل زواجي، ده سلوك مش مستقيم، ومساله ان حد بيطلع اسرار البيت لحد تاني وخاصه لو كان من جنس اخر، دوت سلوك غير مستقيم ويحتاج الى تعديل. والتعديل دوت مش بانك انت تتهم ولكن تهتم. يبقى انت ايه اللي حاصل وايه اللي حصل ده وليه الشخص ده، احنا بنعرف الكلام ده، ثم نبدا احنا في جرعات اهتمام زائده، وناخد وعد ما دام ما كانش فيه اي حاجه غير هذه الخروجات ان ده ما يحصلش وما يتكررش، وننبه ان ده حاجه غير مقبوله ابدا. لازم اعبر تعبير واضح وصارم ان ده ما بينفعش في سياق عيشتنا مع بعض، ومش مسموح بيه، وما يتكررش، وان الكلام دوت نوع من انواع الفساد الزواجي لا يجوز. لان حضره النبي صلى الله عليه وسلم امر المراه ان ما تدخلش بيتها ما لا يرضاه الزوج، ولازم هي تكون بتتعامل بشيء من الاستئذان. ففي جزء من خصوصيه الزواج اللي لازم يحافظ عليها الزوجين، منها العلاقة بالآخرين وخاصة لو من جنس الآخر. هل هي، أنا أستطيع أن أنا أقول أن هي عملت حاجة تتعلق بالشرف؟ لا، ما أقدرش أقول كده، لكن هذا سلوك يفسد الحياة الزوجية، يفسد الحياة الزوجية، وإفساد الحياة الزوجية حرام، فما تنفعش أن هي تعمل الكلام ده.
وعليها اذا لم تست... وعليها ان تستجيب لده، مش من حقها ان هي ما تستجبش. يعني ما تنفعش تقول له والله زي ما بعض ده فلان، لا ما فيش حاجه اسمها ده فلان، ده نوع من انواع العلاقه المستقيمه، لان هي مش هتقبل ان هو يعمل نفس السلوك ده مع امراه اخرى. لابد ان الكلام ده يكون العلاقه بالجنس الاخر لابد ان تكون عبر توافق ما بين الزوجين، وما يصحش ان يكون فيه علاقه خفيه لاحد الزوجين. فاصل ونرجع تاني نقابل حضراتكم ونتكلم في اسئلتكم المباركه اللي بتملأ قلوبنا نور، ولكن هنجيب عليها ولكن بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم ومعانا سؤال من السيد حق من السيد سيد. استاذ سيد اتفضل. استاذ سيد من الغربيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل استاذ سيد. استاذ عمرو. وعليكم السلام. الحمد لله نعمه وفضل. عملت ايه كويس العيد؟ الحمد لله خير وبركه. ها الحمد لله. طيب يا سيدي علي صوتك وقول لي يا سيدي. والله يا استاذ عمرو انا كنت مصاحب واحد اخويا في الله وما كنتش مصاحبه عشان اي حاجه والله. طيب جه بعد سنه واتنين راح السعوديه وراح هنا وراح هنا، ولما نزل ما عادش التعامل بتاعه اتغير معايا نهائي نهائي. ايه انا كل لما اكلمه انت تعاملك اتغير معايا ليه؟ يقول لي مش فاهم حاجه. تعاملك اتغير معايا ليه عشان ايه؟ مش فاهم حاجه. والله كان بيبقى احسن من اخويا. طيب بيبقى احسن من اخويا يعني تمام. انت سؤالك بقى في ايه؟ ان انت ازاي تتعامل معاه، ولا سؤالك هو عمل كده معاك ليه؟ ازاي اتعامل معاه؟ طيب انا اقول لك ازاي تتعامل معاه. بص يا سيد سيد، العلاقات دي يا سيدي فيها سر ربنا حطه في العلاقات، ان العلاقات دي يا سيدي ما تقدرش تقيسها بالمسطره. وعشان العلاقات ما تقدرش تقيسها بالمسطره لازم العلاقات تتبني على الفضل. يعني ايه لازم تبني على الفضل؟ حتى العلاقة الزوجية ولا تنسوا الفضل بينكم. فاللي هيمشي على ان العلاقات بالمسطرة مش هتعيش العلاقة. ولذلك حضرة النبي يقول ايه؟ ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها. يبقى عرفنا في العلاقات وحتى العلاقات اللي فيها نسب وفيها قرابة ما بتتبنيش على ايه؟ على المسطرة. ولذلك ايه اللي حاصل؟ لازم انت تبقى صاحب فضل. ايه اللي حاصل؟ صاحبك عاش معاك وحبيتوا بعض وشاركتوا بعض وعشتوا مع بعض، صحيح التغير بيبقى مؤلم، بس خليك انت عيش بالاخلاق والقيم بتاعتك، تواصل معاه وما تقطعش معاه ما دام هو ما اذاكش، ما دام هو ما عملش حاجه تضرك استمر معاه. اما مساله التغير وان هو ما بقاش يعاملني زي زمان، محدش عارف ايه السبب ومحدش عارف ايه الظرف. ممكن تكون مراته حرج عليه، ممكن يكون في ظرف معين، ممكن يكون فهم حاجه غلط عندك. فلو قطعت انت خلاص العلاقه بتروح. فانا رايي ان انت تواصل وخليك انت صاحب فضل واستمر على ده وما تقطعش. ليه؟ محدش عارف اللي قابل الايام هيكون ايه. مش بس، والاصل العلاقات بتتبني على الفضل مش بتتبني على العدل، وده شيء لازم نفهمه كلنا. ده تغيير في مفهومنا للعلاقات. احنا كلنا فاهمين ان العلاقات بتتبني على العدل، لا، علاقات بتتبني على الفضل. ليه؟ هي دي العلاقات اللي تصونك، علاقات اللي تستمر. وعشان كده بقول لك استمر في التعامل معاه وما تقطعش معاه. معايا السيده ام كنزي. أستاذة مكنزي. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش بعد إذن حضرتك ممكن نوطي التلفزيون نسمع وتسمعيني من التليفون لو سمحت. وطيته يا شيخ. اتفضلي يا ستي. والله يا شيخ أنا عندي أخويا يعني أخ واحد وإحنا خمس بنات وهو لسه متوفي بقاله شهر أو 40 يوم يعني. الله يرحمه يا رب. ربنا يجعله في فسيح الجنات وينزل عليه من الرحمات ومن اللطف ومن الكرم يا رب. يا رب يخليك يا شيخ. فدلوقتي هو لما مات يعني قبل ما يموت كان سايب مبلغ يعني سايبه كان معايا انا اللي كنت حطاهم يعني باسمي في البنك عشان هو ولد واحد عشان ما حدش يورث فيه يعني من عيلامه او ولاد عمه او الكلام ده. فهو طبعا وهو سليم كان بيقول يعني لامه ولاخواته كلنا البنات يقول لهم ايه يعني الفلوس دي ليا انا واختي الصغيره.
ومحلفني ما حدش ياخد دول لي كنت واختك وعيالنا يعني وعيالنا البنات يعني، لكن ما حدش تاني ياخد ولا امه ولا اي حد تاني من اخواته. وقايل قدام الكبير والصغار، فاحنا اللي كنا بنخدمه واحنا اللي كنا بنشيله وبنحميه وبنوديه المستشفى وبنجري بيه يعني، وهو الكبير بس كانه زي العيل الصغير لانه هو مش متجوز وانا مخلف. فبعد ما مات طبعا ما حدش قادر يتكلم لانه هو قايل قدامي كل ومحلفني وقايل اللي ده انا بكرهك وده انا بكرهك ما بديش لحد فيه، كانوا بيضربوه هو عيان اساسا وكله عايز يشقطوا لاي حد يشقطوا اي مش عايزينه يعني. عند اختك دي وعند اختك دي ولا هو في اكبر مني اصلا. طيب اساليني سؤال يا ام كنزي يعني. اساليني سؤال. بس فهو دلوقتي يا شيخ دلوقتي الفلوس دلوقتي في البنك، استني بس الفلوس دلوقتي في البنك. لا حصلت انا مش سامع دلوقتي، مش سامع خالص. بقول لك يا شيخ هي كانت الفلوس معموله شهاده، فكانت الفوائد اللي بتيجي منها لاختي الصغيره وهو كان قايل لي كده. معلش بعد اذن حضرتك، الفلوس دلوقتي في البنك باسم مين؟ لا معايا انا باسم انا. طيب يعني ايه دلوقتي الفلوس دي باسمك انت؟ اه. وما كانش اخوكي في اي وقت من اوقات الحاجات دي باسمه هو؟ لا كانت باسمه زمان البوسطه وبعد كده هو حطهم باسم انا. كويس، فهم دلوقتي باسمك انت. تمام. خلاص، وانت كنت بتاخدي الفلوس دي الريع ده وتصرفي على اختك الصغيره. اه اللي هي عيانه ومريضه ومتطلقه والكلام ده كله، هو عنده علم بكده وهو كان مبسوط. حاضر يا ام كنزي، حاضر يا ام كنزي، انت دلوقتي بتساليني الفلوس دي اللي هي مكتوبه باسمي واللي اخويا ادهاني، هل انا الفلوس دي تكون فلوس ميراث ولا تكون ملكي؟ صح؟ لا لا مش كده، مش ميراث او ملكي، هو قايل لي ان هو انا واختي صغيره فانا مش عايزاه يعني، انا بقول ايه انا حقي متنازله عنه، فانا يعني انا هصرف على اختي دي هي وعيالها وايجارها وكل حاجه. فهو طبعا قايل فاخواتي بيقولوا لي طب احنا مش هناخد، امي بتقول لي احنا مش هناخد، احنا سالنا الشيوخ ومش سالنا الشيوخ. طيب خلاص انا هجاوبك اهو يا ام كنزي، انا هجاوبك خلاص. انا هجاوبك. استنى يا شيخ، انا دلوقتي اعمل بالوصيه ولا بشرع ربنا ولا اعمل ايه؟ حاضر والله هجاوبك اهو. مش انت دلوقتي سالتيني؟ بص يا ام كنزي، المساله ببساطه خالص، انت اخوكي لما حط الفلوس دي في حسابك هو نقل ملكيتها ليكي. مفيش حاجة أوضح من نقل الملكية إن هو يحطها في حسابك. طب حط الفلوس في حسابك أنت، كان بقصد إن هو يديها لك وأنت كمان تراعي أختك؟ آه. فهو نقل الملكية قولاً واحداً. هو نقل ملكية الفلوس دي ليكي قولاً واحداً. كونك أنت بقى شايفة إن الفلوس دي تصرفي بيها على أختك الصغيرة فده أمر من الفضل عندك، يبقى أخوكي تصرف في ماله في حال حياته وادهالك. هل ده جائز؟ جائز. هل كان لازم يعطي لإخواته الآخرين أو لأمه؟ لا. فإذا إن الفلوس دي ملكك أنت فهي ملكك، ولك أن تتنازلي لأختك، لك أن تتنازلي لأختك أو تنفقي عليها، وده ملكك ولا ينازعك فيه أحد. خلاص؟ وده لازم تعرفيها ام كنزي. معانا الحاج محمد، يتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا حاج محمد، اتفضل. صباح الطيب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حضرتك بخير وسلام، اتفضل. انا ما بتعاملش، ما بتكلمهاش، ومش عارف اللي ما بتكلمهاش. معلش انا اسف، انا اسف، بس مين اللي ما بتعاملش معاها وما بتكلمهاش؟ والدتي. لا حول ولا قوه الا بالله. ليه بس؟ ده احنا لسه خارجين من رمضان ومن العيد. ليه كده؟ هقول لسيادتك، هقول لحضرتك اهوت. دايما لما بتيجي عند البيت وانا مش موجود والمدام في الشغل بتخش تفتش البيت، زائد سحر واعمال وكلام كده. ليش عرفك ان هي بتعمل سحر واعمال؟ هتعمل لك يعني هتعمل لابنها سحر واعمال برضه؟ والله يا شيخ انا بكلمها بما يرضي الله. وانا بكلمك بما يرضي الله برضه، ما انا المفروض ان انا بكلمك وانا موجود. وبعد مين؟ طب انت عرفت منين ان استنى بس انا كنت مديها الصور ديت؟ حضرتك سامعني؟ اه ما انا بقول لك انت عرفت منين ان سحر واعمال ده؟ لما جبت الصور دي بتاعت انا من عند الراجل اللي وصلت له دوت ووجهتها اعترفت. قالت لك ان هي بتعمل سحر واعمال؟ قالت لي انا كنت موديها بس عشان انت خلقك ما كانش عاجبني وكنت عاوز وطبعا انا طول عمري ما قصرتش في حقها ولا زعلتها في اي شيء. لكن طيب بتسالني عن ايه بقى؟ بيني وبين زوجتي. بتسالني عن ايه يا سيد محمد؟ هل دلوقتي انا كده غلطان؟ ان انت ما تكلمهاش؟ ايوه طبعا. اه غلطان طبعا. ليه بس؟ يعني انا عمري مش انت بتسالني، مش بتسالني انا غلطان ولا مش غلطان؟
وبعد جوازي طب اسالك سؤال، انت عندك سن كام سنه؟ 45. قبل 45 سنه انت كنت فين؟ انا كنت موجود في البيت. لا، قبل 45 سنه كنت في رحم امك صح؟ طبعا. فمين السبب في وجودك؟ مين اللي ربنا جعلها سبب في وجودك؟ هم طبعا، هم طبعا. طب لما هي ربنا جعلها سبب في وجودك، اللي هو كان تسبب في وجود الفلوس بتاعتك او في وجود مراتك اللي انت اتجوزتها او في وجود حياتك دي كلها، اتفضل، مش تستحق برضو ان احنا نفهم حديث طبعاً رسول الله صلى الله عليه وسلم من اولى الناس بحسن صحابتي؟ طبعا طبعا. ومش برضو نفهم قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا؟ مش كده؟ صح يا فندم. هي ما طلبتش منك ان انت تكفر، ومع ذلك وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. واعمل ايه يا سيدي؟ المشكله يا شيخ حاجه واحده بس، وصاحبهما في الدنيا معروفه. بص يا شيخ، المشكله في حاجه واحده. قول لي يا سيدي ايه المشكله؟ بتخش تفتش في البيت وتفتش في البيت. عندنا حاجات عندنا، اسالني تعمل ايه؟ انت لو منعتها ان هي تدخل البيت لانها بتفتش في البيت ماشي، بس ما تمنعش نفسك عنها. هي مش معنى ان انت، مش معنى ان هي امك ان هي لازم تدخل وتعمل الحاجات. ممكن هي تكون على فكره مريضه نفسيه. لا 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 برضو؟ لا. طب اقول لك حاجه، انا طول عمري خدام تحت رجلها هي ووالدي. اقول لك حاجه، اتفضل، احسن اليها وحاول بقدر الامكان. هي دلوقتي حاسه، مش انت والدك موجود ولا توفي؟ متوفي الله يرحمه. فهي دلوقتي طبعا. عندها مين الراجل بتاعها دلوقتي؟ انا طبعا. هي خايفه دلوقتي ان انت تروح من ايديها؟ لا يا شيخ لا، ده حتى بعد وفاه والدي مش عاوز ادي حد ورث ولا اي حاجه. ما علينا، مش عاوزين حاجه من الدنيا، احنا سايبين الدنيا وماشيين. والله انت مش بس بكلمك يعني حاول توسع صدرك يا سيد محمد، وسع صدرك معايا الله يسترك. هي دلوقتي بتعمل كده ليه؟ هي خايفه ان انت تروح من ايديها، فبتحاول تعمل ايه؟ هل ده مبرر اللي هي بتعمله؟ لا، ده اللي على قد ثقافتها. يبقى خليك جنبها واعطف عليها وحن عليها، وما تسمعش كلام اي حد يقول لك ده بتخرب بيتنا. لا طبعا. احسن اليها وحاجة عليها في الاخر خالص ضمنا. بس هو ده اللي انا بحيلك عليه يا حاج محمد. مين معانا؟ الحاج ام احمد، تفضل. حاج ام احمد. الو، حاج ام محمد، اتفضلي. اه السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. معلش يا شيخ، كنت عايز اسال حضرتك على حاجه. انا متجوزه بقالي 6 سنين. انت اللي قلت الحاجه ام محمد، لحظه انت بتطلعي بعد كده تقولي بنكبر الناس، ماليش دعوه، اتفضلي. لا ان شاء الله يسمع من بقى حضرتك يعني. اتفضلي. وعندي طفلين. تمام. والمشكله ان انا بيني وبين زوجي مشاكل مع اهلي، وانا عندي مشاكل مع اهله. معلش، العباره نفسها مش متركبه صح. انا بيني وبين زوجي مشاكل مع اهلي. لا، بين زوجي واهلي او في مشاكل. يبقى المشاكل ما بين زوجك واهلك بقى. كانت مشكله بيني وبينه ومين والدته، وطبعا اهلي لما اتدخلوا ف وانتوا ما شاء الله استعنتوا بقوه خارجيه ورحتوا مدخلينهم في البيت، فالمساله بقى وسعت. وسعت قوي كمان. فاتفقنا عشان ان في اطفال وكده ان خلاص ما حدش يتدخل ونفضل احنا مع بعضينا يعني. طيب. عشان في اطفال. طيب وبعدين؟ فالمهم هو بعد كده حكم عليا، لا اهلي انا اللي ما يجوش وما يتعاملش معهم خالص نهائي. بس انا اللي اتعامل يعني، انا اتعامل ويخشوا بيتي عادي او بيته يعني بيتنا يعني عادي، لكن طيب. انا ما حدش من عندي يدخل فين نهائي. فين السؤال يا ام محمد؟ انا مش السؤال ان هو ده يعني عدل يعني ان انا استقبل اهله واتعامل مع اهله، هو مش راضي حتى يدخل حد من اهلي. في فرق بنتي ما بين ان هم يدخل حد من اهله، وفي فرق ان انت تروحي لاهلك. وخليكي ذكيه. يعني ايه اللي حاصل؟ ما دام ما منعكيش ان انت تروحي لاهلك، اهلا وسهلا. بتسأليني بقى هل من العدل أو من حسن العشرة إن هو يمنع أهلك إن هم يدخلوا البيت؟ لا، مش من حسن العشرة. لكن أنت في نفس الوقت إذا كان هو ما بيمنعكيش إن أنت تروحي لهم، روحي لهم لغاية ما الموضوع يهدى. وبعدين تعالي بعد كده اتكلمي. أنا دايماً بقرن ما بين الفتوى وكمان الإرشاد الزواجي عشان البيوت ما تخربش. هو دلوقتي لن يكون آثماً إذا هو لم يمنعك من ايه؟ من الذهاب لاهلك، زياره ابوك وامك، لانه لا يجوز ان هو يمنعك من صله الارحام. لكن ان هو يقول والله انا مش قادر ان هم يدخلوا البيت،
ده معنى كده انهم ما منعكيش من صله الارحام. لكن على الجهه الاخرى اللي بيعملوا ده هل ده من حسن العشره؟ لا. طب هل اللي بيعملوا ده ينطبق عليه قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف؟ الجواب لا. يبقى انا بكلمه بقول له ايه؟ اتق الله في زوجتك، لان اقرب طريق لقلب زوجتك هم اهلها، فلذلك اتق الله في اهلها. انا شايف ايه بقى؟ ان احنا تعالوا نتفق انتوا الاثنين ان لا اهلك ولا اهله يتدخلون في ايه؟ في شؤونكم. هو ليه مش عايز اهلك يدخلوا البيت؟ لانه بيتدخلوا في شؤونكم. خلوا الزيارات، انا بسميها الزيارات الحاف مش الزيارات الملتهبه. هو طالما ان الزياره دي زياره عاديه، زياره فيها احترام لرجل البيت ولست البيت، وفيها احترام لهذا الكيان الجديد اللي هي الاسره، مفيش حد يحط ايده عشان يخلي البيت يشتعل، يبقى خلاص، يبقى اهلا وسهلا. يبقى انا رايي ان هو مش حرام عليه اذا كان هو ما بيمنعكيش من ان انت تزوري اهلك. الامر الثاني ان انت حاولي تقعدي معاه وتقولي له احنا هننحي الاهل، وتبقى الزيارات لا حد يتدخل من هنا ولا حد يتدخل من هنا، وهو ده اللي يفتح ابواب المحبه بينكم ان شاء الله. يا ساده، احنا النهارده اتكلمنا عن حاجه مهمه، حاجة كده شوية شائكة، بس احنا لو عملناها بطريقة صحيحة هيتنور كتير في حياتنا، وهتخلي حياتنا تحس ان هي بقت أرقى وأحسن بكتير. احنا اتكلمنا النهاردة عن فن الغيرة، والغيرة دي لا ينفع ما تبقاش موجودة، ولا ينفع تبقى نار تشتعل في البيت. لازم الغيرة تبقى فن، لازم تبقى في حاجة اسمها الغيرة الرشيدة. الغيرة الرشيدة بتكون لما تحسس لما تحسس شريك الحياة ان انت بتثق فيه وتعبره عن ده، ولما تكون في الاماكن العامة تمدحه وتخليه كمان حاسس ان انت في محل ثقته. لازم تخليه اولوية من اولوياتك. لازم لما يكون في حاجة متعلقة بسلوك مش منضبط فيما يتعلق بشريك بالجنس الاخر تقعد وتتكلم معاه، بس مش في لحظتها، بعد كده. وياريت دايما الستات تقول للزوج لما تيجي تنبهه تقول له انا عارفه دماغ الستات، والزوج يقول لزوجته المتعارف عليه ما بين الناس ان ده مش مناسب. وكمان تعالوا ببساطه خالص ان احنا اذا كان فينا حد حاسس انه محتاج اهتمام اكتر يقول لشريك حياته كده انا في المرحله دي محتاجك تبقى جنبي اكتر لان انا محتاجك اكتر، من غير ما يقول له يبين له ان هو بيغير من الاخرين. كل ما نعمل ده كل ما يبقى عندنا فن من فنون الاهتمام الزواجي، وكل ما ده يكون يفتح علينا باب السعادة. يا رب الهمنا الرشد وارزقنا مددك يا رب العالمين، حتى نكون من أهل المهارة في فتح أبواب السعادة على قلوبنا وعلى شركاء حياتنا، على أزواجنا وزوجاتنا. أنت كريم تنظر إلى بيوتنا يا رب العالمين، فانظر لنا نظرة تجعل البيت مملوءا بالسعادة وبالمودة وبالرحمة، وأسكننا في السكينة التي في حضرتك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين.